شلونكم؟ شو اخباركم؟ طيبين؟ عساكم بخير. سامحونا على الغطاء اللي غطيناه عنكم. اليوم نبي ندخل معاكم المطبخ، نبي نسوي اليوم فخار لحم ريش وتكه. خلكم معانا بالطريقه هذه والمقادير اللي بنقولها لكم. وشوفوا، عندي الريش والتكه، فلفل رومي مشكل، فلفل حار، كركم، بابريكا، فلفل اسود، بزار مبارك، كاري، وبهارات تركية للشواء. ما نبي نقول سر، نقول لين نجحت نعلمكم اياها. وني عندي العجينة اللي عجنتها، وني عندي عصير الطماط. عصير الطماط ليمون خل